والمقصود أن النجاسة تارة تكون محسوسة ظاهرة وتارة تكون معنوية باطنة، فيغلب على الروح والقلب الخبث والنجاسة. نعم. حتى إن صاحب القلب الحي ليشم من تلك الروح والقلب رائحة خبيثة يتأذى بها. نعم. كما يتأذى من يشم رائحة النتن. نعم. ويظهر ذلك كثيرا في عرقه حتى يجد لرائحة عرقه نتنا، فإن نتن القلب والروح يتصل بباطن البدن أكثر من ظاهره. نعم. والعرق يفيض من الباطن. نعم. ولهذا كان الرجل الصالح طيب العرق، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب الناس عرقا ورائحة، كان صلى الله عليه وسلم أطيب الناس رائحة وإن لم يمس طيبا، وكان عرقه طيبا. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب الناس عرقا، قالت أم سليم رضي الله عنها، وقد سألها رسول الله صلى الله عليه أم سليم والدة أنس بن مالك. نعم. قالت أم سليم رضي الله عنها وقد سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وهي تلتقطه، هو من أطيب الطيب. وهي قالت أم سليم وقد سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وهي تلتقطه، يعني عرق الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. هو من أطيب الطيب، تقول عرقك من أطيب الطيب. نعم. فالنفس النجسة الخبيثة يقوى خبثها ونجاستها حتى يبدو على الجسد. نعم. والنفس الطيبة بضدها، فإذا تجردت وخرجت من البدن وجد لهذه كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. إيه نعم. الميت إذا قبضت روحه، إذا كانت نفس مؤمن، يظهر لها رائحة عظيمة، رائحة طيبة عظيمة، فيقال ما هذه الرائحة الطيبة؟ فيقال هذا فلان ابن فلان، يصعد به إلى السماء، تفتح له أبواب السماء، وكل أهل السماء يسألون ما هذه الريح الطيبة، هذه نفس فلان ابن فلان. نعم. والنفس الطيبة بضدها، فإذا تجردت وخرجت من البدن وجد لها كأطيب نفحة، خرجت من البدن يعني بالموت. نعم. وجد لها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. نعم. ولتلك كأنتني ريح جيفة. أما نفس الكافر والعياذ بالله إذا قبضت يظهر لها رائحة أنتن من الجيفة، فيسأل الناس أو الملائكة ما هذه الروح الخبيثة؟ يقال هذه روح فلان بن فلان الكافر. نعم.